أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تشهده علاقات مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة من تقدم مستمر على المستويات المختلفة، واهتمام المملكة بدفع تلك العلاقات نحو مزيد من التعاون الثنائي عبر فتح مجالات جديدة بما يحقق للبلدين والشعبين الصديقين النماء والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية، معالي السيدة سوشما سوراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند التي تزور البلاد للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الهندية البحرينية المشتركة، حيث نوه سموه بما وصلت إليه العلاقات البحرينية الهندية من مستويات متقدمة، مهنئا سموه بافتتاح مبنى سفارة جمهورية الهند الجديد لدى المملكة الذي افتتحته الوزيرة سوشما سوراج والذي يعكس عمق علاقة الصداقة بين البلدين، معربا سموه عن أمله بأن يتكلل اجتماع اللجنة الهندية البحرينية المشتركة بالنجاح والتوفيق في تطوير علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، منوها سموه بدور الزيارات الثنائية المتبادلة بين الجانبين والتي أكسبت العلاقات الثنائية زخما أكبر، ولفت سموه إلى تنامي دور الهند الاقتصادي والتجاري على المستوى الآسيوي وتطلعه نحو تحقيق المزيد من المنجزات على صعيد التعاون فيما بين البلدين الصديقين انطلاقا من العلاقات الثنائية الوثيقة عبر تعزيز العمل المشترك في القطاعات الاقتصادية لتحقيق المصالح المتبادلة وتطويره من خلال زيارة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين الذي يشهد نموا مضطردا. وأشار سموه خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به القوى العاملة الهندية في مملكة البحرين وما يلقاه أبناء الجالية الهندية من تقدير من الجميع على ما يسهمون به من جهود لرفض النهضة التنموية في المملكة. من جانبها أشارت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند إلى ما يجمع البحرين والهند من علاقات متقدمة والاهتمام بتطويرها على المستويات المختلفة، معربة عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند.